المكان الذي يجد السائح فيه المتعة والإثارة بتوفر المياه وتدفقها مكونة بركا مائية لها طابعها الخاص في الاستمتاع بالسباحة والاستجمام. المياه تتدفق بكثرة والحمد لله رب العالمين، وتعتبر ذات جذب سياحي كبير على مدار العام، حيث يرتاد النيابة العديد من المواطنين ومن الجاليات التي تعيش في السلطنة، وكذلك من أخواننا بدول مجلس التعاون الخليجي. يزداد المكان روعة بتدفق المياه الرقراقة، تعكس صورة جمالية لطبيعة خلابة تجمع بين وفرة المياه وخضرة المزارع على طول وادي دماء والطائين. توجد في النيابة الكثير من الأفلاك وتقدر ب 48 فلكا، منها الأفلاك الغيلية ومنها الأفلاك العدية. تستمر هذه المياه بعد هطول الأمطار لفترات طويلة، حيث تغذي الأفلاج والمزارع طوال العام، وتجعل للحياة في وادي دما والطائين طعما له طابعه الخاص بين أبنائها. روعة المكان بتوفر المياه وتدفقها طوال العام المحاذية لظلال الأشجار يجعل منها مرتعا خصبا للسياحة. أحمد بن محمد المعمري من نيابة ديما بولاية ديما والطائين محافظة شمال الشرقية.